الدنيا تبقى قبل زرع هذا الاسبايك في حمامة. البوينت غير موجود وشكرولو هنا عنده بوزيشن ممتازة يحاول يجدها الكرولو ياخذ الكيل الاول ممتاز جدا في ال1 في 3 سيتويشن ياخذ كيلز هنا هو بسرعة 2 في 2 متوقعين هنا الوقت يداهمهم الوقت يداهمهم 35 ثانية شلبي 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 الايم بتاعه موجود هل ممكن يجيب كيل يبحث على جيجل ولكن نزول من الهوكا موجود شلبي ممكن اوت اوف بوزيشن يبيك لاعبي رعد ولكن ساندر اسبق منه ياخذ الكيل هذا الوول موجود افيس مش قادر يدمر هذا الوول قبل السيت اب بتاعه الان 1 في 2 افيس من اقوى الايمز ممكن يكونوا موجودين في الوطن العربي ولكن هذه المره البوست بلانت بعيد موجود في الجاردن واللونج من جانب لاعبي رعد كروس فاير سيت اب افيس سيضطر انه يقوم بالفيك ديفيوز تو بيت لاعبي رعد ولكن اذا نشوف دبل بيك مش يكون مشكل على افيس دبل بيك من فيز يبوش على السايد ايمن اخرى اكزكيوشن موجوده هذا الوول منهم طريقه رائعه جدا يبلان قريبا من الشاورز ديزوكس من وراهم يحول يدمر هذا الوول صراحه فريق رعد لعبوه بافضل طريقه ممكنه هذه استراتيجي الوول تاع فايبر وساند بالجارديان يتخلص من شلبي دول فريق نوبس مات هنا البوش موجود اكرولو من ناحيه سيتي مع ديزوكس الفلاش جميل جدا البوش من ديبايرو ياخذ الكيل الثاني افيسي تريد يتخلص من ديبايرو ولكن هذه الاسترال فور من الان يبحث عن استعمال سموكس تو ستول اكثر الديفنت ولكن سان يزيد كيل اخر على افيس افرس يتخلص من شنايدر بدا ديفيوز البيك موجود افرس بدبل تبقى 2 في 2 راكت بسبا في البوم سايت اي وايل اول ذا رعد تيم موجودة هنا في البوم سايد بين شنايدر يتخدم مباشرة يتبع فيها على الاستاذ روكيت موجود هنا هيكون فيها كيل من طرف الاستاذ ديزوكس السيكرز موجودة من طرف دي سكاي سيكون فيها كيل اخر من الكيل موجود وجاوب هنا يا سلام فراست ياخذ دبل كيل ولكن دي بايرو يخش كلمته الاخيرة كرولو يلي ويفوز المدافعون اخيرا انوبيس جيمنج اول راوند عامل تي بي الى هذا السايد بي ولكن لاعبي انوبيس متواجدين فراست يتخلص من ساد ولكن دبل للروكت ثلث كيل موجود لدي بايرو صعب وجود الفايبر سبيتشز صعب الماموريه على فريق انوبيس جيمنج يتم زرع سبايك لحد من تيم رعد ولان زيزوكس وافيس ومحاوله صعبه جدا ياخذ الثاني زيزوكس ممكن الثالث هل ممكن يسوينج دي تايد دي تايد اللونج داون رائعه جدا دي بايرو وحيد دي بايرو ضد العالم ال1 في 2 لين يعرفوا مكانه على ما يبدو بهذا الفلاش مش عارف الصراحه ولكن زيزوكس وفروست في 1 في 2 معهم دي بايرو ولكن في هذا تريل بلايزر محاولة وول بانك هل يجيبها ولا فراست تسبق منه الى السايت هذا الشلبي شوية تاج على روكت ولكن على ما يبدو في بوش من كرولو معاه الفلاش هذه سكاي لحدين حدين روكت امامه هيد شوت غريبة من كرولو غريبة من كرولو اتليست حاول يستضر معاك الفلاش ولكن شلبي بالشوت ستوبر في الاخير يتخلص من روكت معاه زميله فروست ياخذوا كيل على شنايدر ولكن ريزركشن من فيز على شنايدر يرجع على قيد حياته وسان يتخلص من فروست لاحظ كيف تنقلب موازين هذه المباراة او عفوا هذه الجولة 3 في 4 لحد الان هذه الفايبر لو اتش بي الجاندنج لايت من ديبارو يعرف انه لاعبين في الباك سايد ولكن شلبي مازال صامد فريق رعد وزيزوكس قوموا بروتيشن الى السايد اي ولكن تظهر فيهم زيزوكس بالنانو سوارز الان اوه مش عارفين مكانه على ما يبدو يدبروا هذه التورنت ولكن ممكن يصير بيك على افيس والاوبريت يتخلص من شنايدر زيزوكس بالاول زيزوكس بالثاني ويبقى لاعب وحيد فقط دي بايرو من فريق رعب مش قادر يفعل اي شيء ينتظر فيه الاوبريتر امامه اذا يتحرك دي بايرو افيس يعد اوه موجود في سكاي او ليش شولدر جميل جانب هذا اللاعب ساند افيس يستر انه يتراجع ولكن الاوبريتر من افيس لا او شلبي هذه المره مش افيس شلبي مس الشوت ماذا يحدث اذا اللاعب من فريق انوبس البوش من روكت هيد شوت على كرولو ولكن دبل من افيس تريدت في الاخير من جانب شنايدر بقى 3 في 2 فريق رعد يدخل الى السايت ولكن فروست وزيزوكس عمليه الدفاع الان يحاول يقوم بريتين عندهم انتم مثل كيل جوي هل ستستعملوها ام لا فيها حمام فيها بلايند ونشوف منهم الحاله الكيل الاول موجود الثاني موجود فروست هيكون عند سيكرز يعرف انه الانفورميشن في ويندو الان غنشوف ال1 في 1 موجود التيميت مستعمل من طرف الكيل جوي في الالبو موجود هذا الفايبر من طرف الرادي سبورت هل سيكون فيها دفاع ام لا هل سيكون فيها هروب ام لا يبدو لي انه الفايبر يتخذ نحو اوه دبل انه هاللونج هيكون اوه نايس 1 شوف المايند جيم نايس 1 من طرف الشنايدر هنا فيها بوت من طرف الكيل جوي سيكون هذا كيف يملا الوقت يذهبه الزيزوكس لازم يكون كويس مع فريقه لازم عليه الديفيوز غيتخدم عليه شنايدر غير ممكن المباراة 5-5 ونقول ستنفجر التميت موجود من طرف الروكت سيكون فيها كيل املا يتخدم روكت يحاول ولكن الظروف صعبة اوووو شلبي ياخذ الكيل ثرو ذا وول هنا هيد شوت موجود ويتبع هنا الولف
يبحث على فرصه لياخذ كيل اخر ولكن كونكاس موجود على شنايدر. شادبي موجود ياخذ الكيل ولكن يجي من طرف دي بايرو الاول موجود الثاني موجود. 3 في 3 ولكن سبايك اوردي بلانتد من طرف فريق رالي سبورت. الوقت يداهمهم فريق انوبيس. الظروف هتكون صعبه. هما فلانك يا هناك فلانك موجود الفلانك بالاوبريتر. فلانك بالاوبريتر يموت. هيد شوت من دي بايرو. هذا الفلانكر كان عنده ريزركشن ولكن الان فريق انوبيس يفتقد لخدمات هذه السيف. زيزوكس يتخلص من دي بايرو. هيد ريت موجود من الفيد وكل يعرف انه عنده انفورميشن على شاور زين. يعرف انه موجود احد من الفريق ديفايد. الكوسميك ديفايد موجود. مشكلة ان الديفايد بتاع زميله. ولكن شو ستوبر من شلبي. كوادرا كوادرا للشلبي. وات تايمينج من شلبي. الو اي 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 مش معقول. واخيرا اخيرا انتظرنا هذه اللحظة. شلبي كوادرا كيل ويستفيق بهذه الطريقة. ايس ولكن ساعد يقول ليه يكون مشكل لفريق انوبيس. الان البوش موجود من ناحيه اللونج. زيزوكس من الشورت ولكن الروكت يفوز بالدول مع الشلبي بهذه الطريقه. يبحث على كيل ثاني مش قادر بالوول بانك. فروست هو اللي يتخلص منه 1 فور 1 الى حد الان. فريق انوبيس ينتظرون الفرصه. زيزوكس عايز اقول رادي سبورت. زيزوكس موجود هنا في الشورت يتقدم مباشره. فروست هنا معاه. نايس فيك من طرفه. فيها اول من طرف السيج. هيكون فيها ربما كيل. ثلاثة أمام أربعة. السبايك تم زرعه مباشرة هنا في هيل من طرف الأستاذ أفيز وبوت من طرف الكيل جاي. وهذا هو كل ما يريدونه فريق أنوبيس. رادي سبورت الآن في ظروف صعبة. هل سيستطيعون الوصول؟ هذا هو السؤال. شنايدر تقدم من المصابيح يبحث على الرؤوس يبحث على الكيلز مع فريقه. البوت موجود يعطي الانفورميشن. ممتاز جدا رادي سبورت يقدمون على هذا البومسايت. نايس وان نايس وان. يكون فيها نهاية 1 في 1 لكن موجود من طرف الأستاذ شنايدر يدخل على الشورت. فروست وزيزوكس موجودين ياخذ الكيز. والان ساند 1 في 3 ظروف صعبة. ياخذ الأول الثاني. أو ماي جاد الساند وش يكون فيها ربما كلش مع فريقه. الساند يبحث عليه ال 1 في 1 ولكن بليد ممتاز جدا من طرف كلورو. يربح الوقت يربح التايمينج ممتازة منه. بي دبل باس باك من طرف هذا الشلبي يدخل من حول باك سايد. يكون فيها 1 فور 1 لحد الان. الروكت موجود ياخذ الكيل زيزوكس وعلى شلبي. نمشي الاخرى دي بايرو يقول دبل كيل من طرفه. دبل هيد شوت تريبل كيل من طرف دي بايرو. نايس سنيكس بايت هنا من طرف الفايبر من طرف شنايدر. فيها سيكرز فيها حمام فيها اول على التي بي. دخول ربما يكون سريع لان يموت حول فيها فيز. فيها ريز على شلبي والروكت ياخذ 2 كيلز. يا سلام الروكت ياخذ تريبل كيل. يا سلام ترو ذا وول يبحث عن اكثر روكت. عنده كلاسيك الان بينما دي بايرو ياخذ فيها كيل. يا سلام كرولو ما زال ما خرجش كلمته الاخيره. كرولو 1 في 3 الظروف هتكون صعبه. عنده 48 اتش بي فقط ويحاول الدخول نحو هذا البوم سايد بي ولكن ظروف صعبة ما معاش سبايك يسموت. كرولو في ضايع صعبة 12 ثانية فقط تفصلوا على زرع هي سبايك ممكن اللي هي مش موجودة معاه بطبيعة الحال. بدا فايز يخلص رادي سبورت يحاول الشلبي ياخذ الأول. فروستي لي على الساند يجيب من طرف ستدي بايرو على الشلبي ياخذ فيها 2 4 1 إلى حد الآن. ادفانتج ما زال موجود مع نوبس ولكن مجال أخرى شنايدر موجود. شنايدر دبل هيد شوت دفاع ولا في الأحلام على هذا البوم سايد بي ومازال عنده البويزن اورب في الهوكا. الان انقلبت الموازين وظروف صعبه على انوبيس. عنده من جميع الاسرى ولكن ما نظنش انه وورث انك تستعمله في هذه السيتويشن ولكن ممكن يكون كافي للفوز بهذا الراوند. راوند مهم صراحه. رادي سبورت 9-8 والان شوف شنايدر شوف البوزيشننج. يا سلام التربل كيل التربل كيل. يبحث الكوادرا ولكن كرولو ياخذ الكيل الان. هاتوبي وان موجود. كرولو ما كانش قادر انه يفليك الاخيره شنايدر ولكن he's done enough. عمل شغل كبير جدا لين فيك بلانت موجود ولكن مش عارف انه لاعبي راحت مازالوا بعيدين مازالوا مش موجودين في هذا المكان. استرال فورم يستعمل يكوفر نفسه بطبيعه حاله يحاول فيك بلانت ولكن لاعبي انوبس في طريقهم الى السايت بي. فكرولو قاعد يخسر في وقت كبير ولكن مش عارف بطبيعه الحال مش ممكن نلومه هذا اللاعب في هذه السيتويشن. لازم يزرع سبايك. لاعبي راحت يقترب اكثر واكثر من هذا السايت وممكن يمشي يحاول ممكن يختبئ في الجاردن ويمشي يكونوا موجودين لاعبي رعد. لان هذا البوش من دي بايرو يتخلص منه بكل سهوله. هذا الانفورميشنز ولكن ما فيهاش ولا بلايند. واحد فيها سلو من طرف سيج. فريق رعد الان 4 في 4 عندهم 2 التيميت. فريق انوبيس التيميت الكيل جوي ممكن ياخذوا به السايد. فيري ريسكي من طرف فروست. غريبه مره غريبه ويكون هنا روكيت في بوزيشن ممتازه جدا. هذا دبل كيل من طرف الاستاذ الروكيت. اي 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 اي
وهذه هي اوه بدايه الراوند تبدا بسرعه كبيره جدا فيها الفور في 3 الفور في 2 هانو بيسفورد صعبه جدا رعدهم اللي يفوزوا دي بايرو شنايدر ياخذون الكيلز هنا افيز ينتظر الفرصه ولكن ساند موجود دبل او ماي جاد دبل رايت كليك ياخذ فيها جوست ويتخدم مع فريقه على زيزوكس في ال 1 في 4 سيتويشن يحاول هروب عنده 20 اتش بي فريق هذا اسمه موجود في تشيس هنا ويتخدم عليه الف سايفر يا سلام دي باس سايد اي متواجد فيه ثلاثة لاعبين يتم زرع سبايك بكل هذه السهولة دي بايرو يخطف راس كرولو بكل هذه السهولة ممكن يجيب كيل ثانية ولا هذا السايد ملك لفريق رعد بريتش هناك سام الساحق موجود من طرف الصوبة هي محاولة فريق انوبس الرجوع نحو هذا بمصات ال سبايك اوريدي بلانتد الوقت يداهمهم ما عادش عندهم الوقت الكافي دي بايرو يحاول يجر رؤوسه يكون فيها بوش موجود من طرف زي سوكس ياخذ الكيل الاول والثاني هنا موجود من طرف افيز وغنشوف انا ونوبس يا بالضبط ولكن نشوف ميزان اخرى كاين بوش من طرف انوبس ياخذون الكيل زي سوكس ياخذ الكيل الاول هيكون فيها الثاني ربما اوووو سكادودلز ياخذ هنا كيل وغيكون فيها ديفيوز موجود افيز ينتظر هذه فايبر فيك موب اوه فيك ولكن فايبر هوب ما عندهمش الوقت ساند ما كانش قادر يلعب على لين اب انفورميشن تعطى تبقت ثلاثة يا يفتح الباب ولكن يغلق انستنتلي من طرف السايفر يكون فيها بوش اوكي شنب ياخذ الكيل كرولو يليه تشوف فور ثيري لحد الان لفائدة انوبيس ولكن اجابة راد سبورت دي باير هو شنايدر ياخذون فيها كيل افيز يقولوا لا هيكون فيها 3 في 2 راد 2 انوبيس 3 ولكن او ماي جاد شوف الوقت دي بايرو اي ممكن نشوف تلاعب حول هذا الفايبرز وول بطبيعة الحال يتم اسقاطه فريق رعد كانوا سلاح ذو حدين صراحة زيزوكس ياخذ كيل على الساند ولكن اي 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 مارشال من افيس يتخلص من روكت انوبيس فريق انوبيس ممكن اخذ تو كيلز في هذه الايكو راوند ايكو راوند مش موجود من افيس يتعرف على مكانه بيقدر ريكون دارت يغير سلاحه من المارشال الى الفاندل اثنين لاعبين من فريق رعد يتعرفوا على مكانهم كذلك يوزنهم الاهرام والاهرامات المصرية سكانودوز يلعب معاهم ياخذ الكيل على افيس بيك اخر موجود 15 هيلث بوينتس افرس يتخلص من شنايدر البيك موجود وكرولو ياخذ الكيل على سكانودلز يخلي دي بايرو في صعبة جدا في 1 في 2 الفايبر سبيت موجود ولكن لازم يصير بوش مش ممكن يجيب اي بيك شلبي يتم تدمير هذا الدرون من تيم راد ولكن بوش اوه زيزوكس يلعب من وراء هذه الاهرامات يتخلص من الروكت ولكن دي بايرو بكل شلبي اخيرا من الاوبريتر يبوب اوف يتخلص من سكانودلز ولكن ساند بدبل ولا اروع يتخلص من شلبي كيل عند الاوبريتر لين 2 في 2 موجوده على شمالك يا فرص يتخلص من نيك شنايدر وساند ياخذ الكيل الاخير ساند واش البيكس وهذا الكيلز في هذه الرانس الأخيرة نحس بيه أنه سمعنا يا شنود شلبي شوف مكان شلبي أوه قريبة قريبة هذه الشوك دارت موجودة أيوة لاعب أنوبس يتم زرع سبايك أيوة مش موجود من شلبي أيوة ياخذ الكل ديسيجنج ميكينج جميل من شلبي زيزوكس بالدبل شلبي مس الشوك بدل أوبريتر لكن مش مشكل زميله زيزوكس دايما ينقذ الموقف ويبقى لاعب وحيد من فريق رعد واللي هو شنايدر آه يا رعد جولة صعبة للغاية كيف ممكن تدخل هذا السايت وامامك شلبي خاصة لما يكون عنده البليد ستورم اذا شلبي مستعد انه يعاقب اي بوش من شنايدر الشلبي وان ايام هنا في تركي في اسطنبول في هذه الفينيو ساند ياخذ الكل الاول في هذا الراوند افيز غيموت مباشرة فيها سيكرز موجودة من طرف هذه سكاي ومجال اخرى الشلبي يتقدم بهذا الاوبريتر نتاعو يبحث عن رؤوس يبحث عن الكل شلبي لكن دي بايرو موجود غياخذ فيها دبل هيتش ممتازة جدا من طرف اللاعب لفريق رعد سبورت الان 2 في 4 موجودة لصالح رعد سبورت يتقدم المهاجمون شنايدر يزرع السبايك مباشرة كرولو يحاول ياخذ فيها كل سكان ودود يقولوا لا الان ال 1 في 4 موجودة نشوف استطاع ان يقوم بها الاستاذ افيز ام لا ظروف صعبة لا فروست عايز اقول مش افيز الظروف هتكون صعبة فروست يتقدم باداء السوبا نتاعو عنده 100 شيلد عنده 50 شيلد عنده 100 اتش بي 50 شيلد ولكن 1 في 4 يبقى هذا سموث شنايدر موجود بيهايند البيراميد اوه ياخذ الكل سموث ولكن مشكل شوف مرة اخرى خريطة كبيرة صراحة سموث هذا عندك فيه الصح وصراحة تعطي ادفانتج كبير للوركز وجنيزي زوكس يشوف الكل اول موجود من طرف الكل روكيت موجود في الاجابة داش من طرف الروكيت يا رب هنا بشرة نحو البوم سايت ايه اوه تشيس موجود في كولابس فيري فيري لو لاعب انوبس 22 هذا هذا كيس موت هذا كيس موت ديفندر سايت ديفرس بون عايز اقول ويستخدم هنا سكانودز موجود بالارز نتاع بالاسهم نتاعو الصاعقة ياخذ يحاول ياخذ فيجن 3 في 4 موجودة لازم مع راد سبورت مع انوبس عايز اقول البنتك دي سبايت كان موجود من طرفهم الان لعبوها تايم فقط الجدار السهم ما يكونش فيها بيك ما يكونش فيها مغامرة ما يكونش فيها ريسك وشنايدر يتقدم نحو البوم سايت يشوف سبايك امامه شنايدر بالبوش ولكن شلبي يتمكن ناخذ عليه الكل افيز كان يتقدم مباشرة الانتري موجودة من طرف فريق انوبيس يتقدم انه ياخذ الكل الاول شلبي في هذه الجت نتاعو يبحث على الثاني ربما يكون موجود شلبي ومع انوبيس جيمنج الان 4 في 5 ولكن من جهة اخرى الروكيت از فيري لو
1 اتش بي حتى الرصاصه واحده تكون كافيه لقتلوا سبايك. تم زرعه من طرف انوبيس جيمنج والان عندهم الادفانتج الكل على هذا البام سايد بي عن نوبس شلبي خاصه بهذه الجت نتاعو اسكان دوز يتقدم لازم يكون في ريتيك من طرف فريق الرعد سبورت والمصري كمان شوف مع بعض سيكون هذا ريتيك في محلهم لا تقدم الاسهم على القناص كشف المنطقه اسمه يا مهم جدا انه فريق انوبس تمكن من زرع هذه سبايك ولاحظ الوقت يداهم فيهم لحد الان فريق رعد ما بداش في ريتيك ولكن شلبي موجود في الفلانك على هذا الديفندرز افيس بالكل الثاني موجود شلبي بايك وديف الثالث وفريق انوبس ابداع فريق انوبس ابداع من ناحيه الهجوم وال1 في 1 بين شلبي والرعد تركهم هذا وبسيكرز مش من طرف سكاي فاس براين ممتاز جدا وشلبي هياخذ الكل الاول شلبي ولكن افيس موجود للمساعده ساندي قتل زيزوكس مباشره 2 في 3 ادفانتج موجود مع فريق انوبس جيمنج والان تبقى تونا ثانية ولازم عليهم البنتك سبايك في البوم سايت ايه ولا ايه عايز اقول هنشوف مع بعض اذا استطاعوا ان يفعلوها نعم استطاعوا شنايدر وادي حذير يدخل في وسط الاهراميات الان في هذا السايت ولكن شلبي الاوبريتر يموت شنايدر جميل جدا البيك ال1 في 1 بين فرونت ولكن حذير وراكي دي بايرو يخسر حياته ال1 في 1 موجود لان بين شنايدر الكوميتمنت موجود على ما يبدو للهالف لا مكمل مكمل شنايدر الفلاش موجود رائع جدا تحرك الروتيشن من شنايدر وان شوت من شنايدر يبحث على اكثر من دقيقه الان يكون في عند من طرف الاستاذ شلبي فابدرافت ممتاز من طرفه على السايفر ياخذ الكيل الاول ولكن من طرف الاستاذ دي بايرو ولكن فيها بلايندز فروس ياخذ الكيل من جهه اخرى الروكت عند اوبريتر ويبحث على الفرصه يبحث على البادي زينة 4 في 3 الرعد سبورت يحاولون محاوله من طرف الروكت مع الرعد سبورت نشوف مع بعض نشوف مع بعض اوه روكت الاوبريتر يبحث على ممكن شويه تاج في هذا الباك سايت ولكن مره اخرى رعد ما يزموش يوقع في نفس الخطا ولكن يتعرف على وكيلو بريكو دارت حذالي سبام موجود روكت يخسر حياته 2 في 4 مهمه صعبه جدا على بقيه لاعبي رعد ولكن سكانودز اوه يا 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 عارف سكانودز عارف يلعب الشولدر سكاكين لا شلبي مس شلبي مس كليك وهذا البوش سكانودز اي 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 بكلاسيك يتخلص منهم الزون اي 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 ما هذا ساد ما هذا يا هذا كان عليك ضغط ومع مرور الراوندات مع خسارة الراوندات تحس بانه يعني تكون فيها ستريس فيها ضغط سبايك يستم زرعه من طرف فريق انوبيس المصري وشاب يستعمل هذه سنيك بايت حذري سايبر كيج موجود ممكن يبيك من وراه ولكن سايبر على ميب توكن سيف جدا يتخلص من زيزوك ثير سبراي سبراي موجود فلاش ولكن شلبي سامع وياخذ الكيل تريدت من روكت كيل خلص راوندز فراست بالمارشل يتخلص من شنايدر بدل ديفيوز ولكن كرولو في سنيك بايت يتخلص من ساد كيل اخر على سكانودز يبقى لاعب وحيد هو الروكت وحده في 1 في 2 لازم يبوش الوقت ده يتخلص من فراست عوده للديفيوز ما عندوش الكلاود بيرست الوقت ممكن الوقت مش كافي في خريطة السبيت فاكم كاس مباشرة من طرف الأستاذ دي بايرو نحو البوم زايدة يتقدم نحو الهيبن يتقدم الأستاذ دي بايرو عنده كاسك ويجري يجري بيتفر ما فيهاش تيمبو دي بايرو يتقدم هلا يا سلام ياخذ الكيل الأول ولكن تريدل تشوف روان العديد الآن افيز ياخذ الكيل الشلبي يجري الشنايدر هو كمان على الشلبي تشوف يجري موجود راعي سبيل نظام فتح يرسل حائط هنا في الميدو ولكن ينزل وسط الأسطرة غتموت مباشرة كرولو ويبقى له 1 في 2 موجود زيزوكس زيزوكس في وضعية 1-2 هذا سنتينل من فريق انوبس هل ممكن يفوز بالكلاتش او الفايبر هالف اتش بي من فريق رعد ولكن لاحظ البلانت الموجود في هذا المكان في سيت اب موجود على يمينه الروكيت غير متوقع صراحة موجود فعلا يسموت وغنشوف مع اوي شنايدر وشنايدر هنا 1 في 1 اوي 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 افيس 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 الدور كيل موجود من طرفه عنده فاندل الان حاول يوقف هنا فريق الراد يا برو يا افيز بجهد ولكن من جهه اخرى ياخذ الكيل الجهد لو افيز التريبل كيل على الكوادر كيل غير موجود سكانودوز موجود يخافوا عن حده هنا التريبيتو موجود الرعد سبورت دي زاد مدج عددي وفي الهيفن موجود تونه سمكه التونه العنيده يسموت غيكون قوي جدا وما يخليش فريق الرعد سبورت الدخول لهذا البومب سايت اي ولا سبايك سايت اي كما يقولوا في الفالنت تبقت 30 ثانيه اوكي تونه كوفرد بالتراب واير اوكي لان عنده الانفورميشن يعرف تونا الى حد الان ولكن فريق رعد كبير الى حد الان على الكونومي بتاع تيم انوبس ولكن تونا يهيل نفسه عنيد 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 تونا تقريبا فول اتش بي يبقى لاعب وحيد اللي هو الى الاسترا ولاحظ تونا مره اخرى في روتيشن من ناحيه اللامب سيجد امامه هذه الاسترا ممكن ولكن ساند لازم يقفز الان يحاول زرع سبايك ساند يتخلص من زيزوكس قادر انه يزرع سبايك على ما يبدو من دون اي مشكل في بوش من تونا بيكون في وقت مناسب تونا اوه ساند يخرع الكل مش قادر يزرع سير بي الفراينه
والسكاكين وجه من طرف فيزر كين موخوذ من طرف سكوتسان ويدل. اوه يا سلام جوكن من طرف فيزر لكن فيها فيجن ممتازه الكايو لحد الان امباكت رهيب جدا عنده التيمات الكايو يستعمله مباشره عندما ياخذ بعد اخذ ذي الاورب والان الانجاج موجود من طرف فريق راجل تحول بوم فايت بي هناك عصر ولكن لا لا روكيت وشنايدر ياخذ انتو كيسكاندو ديالي هو الثالث والان الوان في فور موجود من طرف فريق انوبيس جيمنج سيفعلوا ام لا انوبيس زيزوكس جلية زيزوكس خراب زيزوكس غيموت شنايدر ياخذ الكيل بايرو هنا بعد يا نهادو هيا بينا موجودة شوف كومنتي تيليزيز بشكون موجودة من الفريق رعد افيس سمحاو يتمكن ناخذ الكل اوكي عنده ثغرة موجودة فيها سموك حذر سبراي يعني يضطر انه يتراجع شوية فريق رعد بالفايبر سبيت بالالتيميت من بريتش يستحوذ على السايت يقوم بزرع سبايك وفريق انوبس ما عندي حتى فكرة كيف ممكن يقوم بهذا الريتيك بتكون اكثر من صعبة اللاعب سكادوز هولدينج الفلانك ولكن شلبي يعود على قيد الحياة بفضل هذا لافيس 4 في 4 لين موجوده سكانودز بالبري فاير لحد لين يبحث على الول بانك هو كذلك البوش يتم تدمير البومبات حذر سكانودز يقوم بالريلود ولكن دائما المساعده موجوده من بريج وهذا كذلك ياخذ الانفورميشن السكين من هذا الكايو بوست بلانت مرعب ولكن فريق انوبيس اذا تلاحظ يحاول يلعب على الاكزت غلقين كل الانجلز كل الاماكن الخروج من فريق انوبيس او عفوا الخروج من فريق رعد خلينا نشوف هل رعد عارفين بتبيع عارفين الاكزيت موجودة سانت اي موت زيزوكس اخذ الكيل الاول ولكن غيكون فيها الثاني والثالث ربما لا سكانودلز يقوم باقامة موجودة يا سلام دخول اي مكان يحبوا عليه يدخلوا له بدون اي مشكل زيزوكس يعرف على مكانه ستاب موجود وعلي بايرو بكل ثاني على زيزوكس يتلاشى فريق انوبس يتلاشى فريق انوبس رغم البري فاير من كرولو ولكن شنايدر بيك الاول لا 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 صعب شنايدر ويتبقى وحده هذه الطريقة السهلة يا الظروف صعبة ويتبقى وحده هنا يوشيلبي 1 في 5 بهذه الريز نتاعو عنده التيميت صراحة ولكن سيكون هذا كافي الشلبي يتقدم من البوم سايد بي نحو الاي ياخذ اول ثاني ربما لا الثاني غير موجود يقتل سان شلبي ولا رادي سبورت يبحث عن الفرصة تونا موجود غيكون عليه كونكاس غيكون عليه ستون فيها قنبوية من طرف هذه الريز دخول سريع جدا من طرف فريق رادي سبورت تونا يحاول يقوم بها تونا في ال 1 في 3 غيموت هنا 1 في 3 ولكن يخرج الشلبي موجود للمساعدة يكون فيها كيل الاول هذه بايرو يبحث على الثاني 3 في 3 موجود التيمت الكايو مستمر من طرف السادس كانودلز من طرف الرادي سبورت يبحثون عن الدخول هذا البوم سايد بي ولا ربما يكون فيها روتيشن لواحد البوم سايد اي موجود فيها الاحد الان شلبي ومجال اخرى اثرا اوريدي اون ذا سايد تكون صعبة جدا على كرولو ربما تكون مفاجأة على كرولو أسترا أمام أسترا ويتقدم هنا يبحث عن الرؤوس كرولو ولكن لا الرمال أقوى الساند أقوى وفي الوان في وان ياخذ فيها كل أسترا ديف ربما والشلبي هنا في التوب في الأي هيفن والتونة مش ممكن تعوم صح الساند هو لا أوه روكيت صح يتخلص من شلبي في وان لين روكيت يقوم بزرع سبايك وزيزوكس وحده من ناحيه سكرينز خلينا نشوف اذا ممكن يقوم بالكلاتش او لا ام ام والساند وروكيت كوفرينج وهولدينج هذا من الانجلز تكون صعبه جدا على زيزوكس الصراحه مشكلة انه ما عندوش ولا فلاش ولا سموك قادر يستعملها سبايك كام هي سلاحه الوحيد السوينج موجود اوه حذر ساند عليه شويه تاج من هذا السايفر سي 1 في 2 ولكن ممكن يصير دبل بيك ولكن مش عارفين من اي انجل يكون موجود هل بشي بوش من السايبر كيج او بشي يكون على شمالهم الان زيزوكس يتخلص من روكيت زيزوكس بالكلاتش زيد لا قنبله تنفجر اوه وش من جيوبك ثم روكيت شو ستوبر يخسر حياته من كرولو لكن سكانودوس في الاخير بتريد زميله تمكن ناخذ الكل هذا البوش من ناحيه اللامبس دي بايرو كل التقدير شكرا لي حبيبي محتاج للتقدير بتاعي هذا البوش بيرجع جافيس يتمكن ناخذ الكل شلبي كذلك معاه موجود شلبي بالدبل يبقى لدي بايرو بثلاثه هيلث بوينت ما تصورش انه قادر يفعل اي شيء بهذا الهيت بوينت لا يتخلص من شلبي يبقى الوافيون مع تونا تونا فول اتش بي الرولينج ساندر موجود يحاول ياخذ سبايك اللاعب دي بايرو ولكن ينتظر فيه تونا اوه 1 في 2 اكشلي زيزوكس مازال على قيد حياتي تونا يبوش روكيت يدخل من الرامبس لامس ولكن افيس يتخلص من ساند لحد يعني هذا دول شلبي يفوز بيه مع الروكيت ريز ديف يب ولكن شنايدر يتخلص من زيزوكس لحد لين كثير من الدولز قاعده تصير في نفس الوقت في هذه الخريطه ولكن روتيشن سريع من افيس عنده الاوبريتر ينتظر في بيك ممكن يكون موجود حذاري حذاري افيس بالاوبريتر يتخلص من ديباير ولكن فايبر سبيت من شنايدر في التوقيت المناسب شيء صعب شوي لماموريه على الديفندرز ولكن يعرف انه في لاعب ديدنت كروس يكروس لين باقل الاضرار تونا
بقيت لاعبين نومس مازالوا متواجدين في فلانك شيكون من ناحيه البي لوبي من جانب كرولو ينتظر في التوقيت المناسب، ولكن هل ممكن يستعمل كوسميك ديفايد؟ هل بيساعد فريق نوبس هذا الكوسميك ديفايد او لا؟ خاصة بوجود الفايبر سبيت. كرولو ينتظر في زرع سبايك بطبيعة الحال، ينتظر في روتيشن من جانب فريق رعد، ولكن الوقت مش كافي الان. شلبي شلبي ما يفوش الان. اوه يقوم بالشو ستوب شلبي شلبي anyway عبيز في ليفن فريق فريق رامبس مشي لامبس فريق انديد نشوف نسا خلص من روكت، ولكن تريدد من ساند على زيزوكس مجال اخرى من الخريطة. يعني يحبوا الكثير من الدولز هذو من الفرق الصراحة، ولكن كنا نحكي على ايجن سيليكشن فريق رعد ناحية الدفاع صراحة باش تكون قوية وقوية للغاية. سكانودلز يبايك شوية تاك موجود على لعب كرولو، ولكن البوش من انوبس موجود على فاسي تخلص من شنايدر، البوش على السايد بيلان فريق رعد ريتيك باش يكون مضمون من ناحية الهيفن الان. 3v4 افيس هالف اتش بي يكشف اثنين لاعبين في الباك سايد، ولكن كرولو والشلبي ياخذوا الدبل، يبقى لاعب وحيد ديوس كانودلز، البوش عليه موجود هيد شوت، ولكن طير سيبحث على بوش ممكن، ولكن داش موجود نافيس، افيس بالداش يبحث على كيل على شنايدر وياخذ على الكيل بسبكتر. هيد شوت جميل من افيس، عارف ماذا يفعل، الثقة في النفس موجودة، ولكن روكت مجال اخر يفوز بالدول. هذا كيل لساند مش قادر ياخذ اكثر، تونا يتخلص منه، ولكن دي بايرو موجود في التريد ياخذ كيل على زيزوك، البوش من تونا هو موجودين هنا في البوم سايد بي بيحاولون البلانتنج. روكت موجود هنا يبحث رؤوس ياخذ الراس الاول، روكت الهيتشوت موجود شلبي 1 في 3 لازم يكون كلش مع فريق ويتخذ نحو سيسي نحو ديفندر سايد يحاول الهروب فيري لو وصل شمش من طرف روكت الريز امام الريز شلبي بسبكتر ياخذ الكيل يبقى 1 في 2 يحاول يكون كلش مع فريق وسبايك اوريدي بلانتد يحاول يكون هو البطل لهذه المباراه ويتقدم شلبي نحو الفصايد بي الكل فيري لو اسكنوا دو فيري لو يحاول يكون هو شلبي شلبي البطل ويتقدم ال 1 في 2 يا سلام والبوست بلانت بتاعها ممتاز، ولكن تونا يخسر حياته مباشرة امام دي بايرو في سبراي من ناحية سكرينز. البوش موجود، هل ممكن في كيل بالشو ستوبر؟ لا شلبي ما يتوقف ما يتوفقش في اخذ هذا الكيل، ولكن شنايدر موجود شلبي فليك من شلبي يتخلص من فايبر يبحث على كيل اخر، ولكن دي بايرو في الاخير يتخلص منه. هذا ال 1 في 1 موجود، الروكت يفوز بالدول مع كرولو استعمل بين شيلز، ولكن حذاري اكسبوزد امام افيس يبوش ياخذ الكيل من دون مشكل، لكن ساند يتخلص من زيزوكس ويخلي افيس فقط على قيد الحياة في وضعية مستحيلة فعلها شلبي، ولكن لن يفعلها افيس. دولز الريسكي عنده ثقة كبيرة في نفسه، ولكن البوش كذلك موجود من شنايدر يتخف ناحية الكابي، ولكن بوم بوت شوف التايمينج بتاعها، شوف الجيم سينس من شلبي يتعرف على مكان شنايدر، هل تشوفوا في سبراي من شلبي يتخلص من شنايدر؟ الله عليك يا شلبي ابداع في هذه المباراة الصراحة، جيم سينس من عالم اخر. تو كيلز لفريق انوبس مقارنه بكل وحيد من جانب ساند، يتم زرع سبايك من دون اي مشكل، حتى الكونكشن مش بتكون كافيه لمنع عمليه زرع سبايك وريتيك لان من تيم رعد. يا نشوف هذا الريتيك كيف غيكون من فريق تيم رعد، صراحه 3 في 4 الظروف غتكون صعبه حتى ما تقسموا الحاله من طرف هذه الاسترال، يحاولون هنا فرعد صراحه كانوا يتقدموا يشوف شلبي غيكون ربما 1 في 1 مازال ما اخذش ولا احد الدامج، ولكن في الالتيميت من طرف البليد شلبي مات والشلبي مات ودي بايرو يتقدم مباشرة، يبحثون على اكثر من ذلك التربل كيل موجودة في الراسبور، والان الفو 3 في 1 موجودة، لازم يكون الاستاذ كرولو هو الكاري ويتقدم على دي بايرو دي بايرو التيميت البليد كان مهم جدا في هذه ستوبر يا روكت، مفروض انك مين روكت مين رهيز عفوا ساند ياخذ دبل ساند ياخذ تريبل، تونا يكتفي بكل وحيد ويموت 2 في 5 او عفوا 2 في 4 ولكن بوجود شلبي ممكن نحسبها 4 في 4 اذا البوش على السايد بي 40 ثانيه فقط موجوده، ولكن روكت بكل اول على كرولو شلبي مره اخرى متعود على هذه الاماكن متعود على هذا من الكلاتشز 1 في 4 يفعل شلبي او لا، الجيمنج سنس رهيب هذا اللاعب، بلاست باك موجوده حذاري يدوج كل البوش البوش موجود هيد شوت اول شلبي هل ممكن بالثانيه او لا 57 هيلث بوينتس كانوا دولز وبقيه لاعبي رعد فول اتش بي لحد الان، شلبي غير مكانه ممكن يجيب هيد شوت ولكن 12 ثانية فقط طفت ولا شلبي مستحيل ما تقوليش قادر يزرع سبايك لا 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 البوش بيكون موجود شلبي يعني هيد شوت على افيس يا الله هيد شوت موجود الان ال 4 في 5 موجود ادفانتج للراد سبورت مازال ما خلوش كلمتهم الاخيرة انوبيس عندهم 3 التيميتس موجودة هنا ستارز موجودة من طرف الاستاذ ساندر الرمال ولن يمول حلفائي ولكن شوف فرصة اخرى كيل موجود من طرف ساند على شلبي
ما يخلوش هذا الشلبي يكون حي يعني صراحه لازم يموت واو. للفوز بالرامز من طرف الرايد سبورت يا بالمرصاد موجود بهذه ستارز نتاعو موجود بهذه النجوم نتاعو موجود الرمال ساند في هذا الهيفن بوم سايد بي غيكون 1 في 3 افيز يتقدم افيز يبحث عليه افيز بحذر يسوي بيك هنا شوف الانجل اللي ياخذ ساند او ماي جاد الساند ياخذ جيسوس هو الاول الثاني ربما يكون موجود لا 1 فور 1 لحد الان ساند وافيز ياخذوا الكيلز 3 في 4 موجود لازم تجي رادي بارك هنا الفلانك على سكانودلز ممتاز من كرولو اجابه من طرف روكيت 1 فور 1 ونس اجين الوقت شوف الوقت سموث يداهمهم فعلا والان هيكون فيها الدفاع من طرف رادي سبورت هل سيكون فيها ريتيك من طرف رادي سبورت 2 في 2 يا رسل هاي دي بايرو يبحث على الفرصه دي بايرو ونشوف مع بعض يتم زرع سبايك دام فريق انوبس ولكن كان روكت يتخلص من تونا وشنايدر اذ يفكر على الارض كريتش كافي ضايع على الالتيميت والان وان راوند ليفت فراد للفوز بهذه المباراة للفوز بهذا البست اوف تري الاخير في هذا اليوم يسموت الرعد اللي قاموا باداء ياخذ الروبس ويتقدم هو والتشيك نتاعو اوكي شنايدر ياخذ الكل الاول على زيزوكس الرايد سبورت عندهم ادفانتج 4 في 5 الروتيشن موجود من طرف فريق انوبيس نحو البومب سايت بي ولكن تكون فيها اجابه اوكي وول موجود ولكن من جهه اخرى انسلتي ديستوي من طرف الاستاذ سانشيز موجود من طرف الاستاذ عباس البومب موجود من طرف الاستاذ شلبي على السي تي يتقدم الى الاستاذ دونا نحو السايت هيكون منه ربما البلانتينج موجود نعم موجود من طرف فريق انوبيس 4 في 5 هذا المستمر الكل فيري هيلثي والكل ينتظر الفرصه يكون فيها ربما ريتيك من طرف فريق رعد هل سيساخوهم ولا هذا السؤال الموجود شنايدر تقدم في الهوبي السلام بالكابي يا ورقي الاول والان عنده هذه سنايك بايبس كادودوز شنايدر وانس اجين الكرون اللي جاوبها بين ورقي واحد وان في فور صعبه جدا وغير